انا ماشي انا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم مدينة ديال طنجة في خدمة واحد الأخ صديق اللي هو ابن مدينة ديال طنجة، هو السيان الشرقاوي. والدليل على ذلك أنتم كتشوفوا الحضور اللي كاين والناس. الحمد لله أنايا الشرقاوي خدم ولد مدينة وخدم مدينة ديال طنجة. طنجة في خدمة واحد الإنسان اللي هو خدم وكفاح وناضم أجل مدينة ديال طنجة. ما سيد ما كانش بالنسبه لديك الكلمه وديك المصطلح اللي كيقولوا بعض الاخوان كان شفار ولا كذا ولا كذا. الاخوان يونس الشرقاوي عاشرته وكنعرفو مزيان وواحد مده طويله. يونس الشرقاوي ولد العائله ولد الدار الكبيره بهذا المصطلح هذا. يونس الشرقاوي انا باختصار ديال الكلمه فقدته مدينه ديال طنجه وفقدناه حتى حنايا كاملين. شكرا. نحن جد متاثرين بالراحل ديال الاخ سي يونس اللي كان صديق وأخ عزيز علينا بزاف، وبهذه المناسبة نتقدم إلى أسرته بأحر التعازي. نتمنى إن شاء الله أن يسكنه الله عز وجل فسيح جنانه، كذلك نطلب الله عز وجل الصبر والسلوان لذويه لأبنائه وأقربائه، وكذلك للسكن ديال طنجة، لأنه خصوصا أنا كنتكلم على نفسي لأن جاورته لأزيد من يعني أزيد من 10 سنوات. كان نعم الرجل، رجل خدوم، رجل زعما من خلال احتكاك اليومي ديال اللي كان معاه، كان رجل ديال يعمل في صمت، رجل اللي يمكن نقول بانه ولد ديال طنجة، كان عنده الغيرة على هذه المدينة هذه. فصراحة يعزز الكاية يعزز اللسان على يعني شنو نقول لكم، من الله إلى رجل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أود أن أتقدم بعزاء عائلة الشرقاوي ومن الأولاد ديالو ومن الأهل ديالو كلهم، فباسمي وباسم شخصي وباسم الإخوان كل المناضلين الحزب ديال التجمع الوطني الأحرار تقدم بهذا التعازيم. الكل كيعرف السي يونس مناضل تجمعي واللي اعطى الكثير من داخل هذه المدينه هذه، فلابد نترحموا عليه ونقولوا هناك خساره كبيره في يعني في اليوم اللي كنعرفوها، وهذا قدر الله لا اله الا الله. مره اخرى اقول تعازي الحاره لكل اهل ديال المرحوم، انا لله وانا اليه راجعون. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.